أهلا بكم من جديد في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. في جوف الملتبس والمتهرئ والعقيم البليد والتداعي والتنائي والصراع السادي المتوحش حول السطوة والهيمنة، يتعرض مفهوم الدولة في الفضاء العراقي للرضة والانكسار والانقطاع، وحيث الانحلال والانفصام على أشده والانفضاض وقد تغول، والتفرق وقد أضحى سيدا للموقف، والانفلال بات الحاضر الأهم، وبات الحق والصواب يعاني الانجذاذة والانقطاع، كل يسعى لمناوئة الكل بعد أن تعرشت في الواقع أحوال العداوة والبغضاء والخصومة والإقصاء. هكذا يرى الكاتب إسماعيل نوري الربيعي العملية السياسية في العراق في مقال نشرته صحيفة المدى. من واقع التأمل في المجال العراقي تبرز هيمنة الروح الحزبية على المجمل من الفعاليات السياسية، حتى باتت مفردات مثل الكتلة السياسية، زعيم الكتلة، تحالف الكتل، تحتل الأكثر شيوعاً وتداولاً في الواقع البرلماني العراقي، حتى انحسرت المفاهيم ولم يعد يستبان منها سوى الظلال الكئيبة للكتل القراطية، حيث التصحيف الأكثر وقعاً في وصف تلك الظاهرة المريعة والمقيتة التي راحت تمارس السطوة والهيمنة على المجمل من الفعاليات والتفاعلات والممارسات المتعلقة بعمل البرلمان والدولة والسلطة، هيمنة تتجذر في صميم ممارسة المحاصصة الطائفية، الأمر الذي أحال الدولة والبرلمان إلى مرجل منفك يغلي سعياً للتسابق المحموم من أجل السيطرة على تلك الوزارة أو هذه المؤسسة لتشكل مركز قوة للتفاوض بإزاء الطرف الآخر، سعياً نحو إمرار الصفقات الحزبية وتحقيق أهداف الكتل على حساب الدولة والمواطن. دولة راحت تتوجه بكل ما فيها نحو ترسيم معالم حكم الأقلية عبر الاستثمار الموجع والمقلق لمفهوم الديمقراطية المفترى عليها ظلماً وعدواناً. عن القتال في مدينة سنجار، هل هو خيار استراتيجي أم تكتيكي لحكومة بغداد؟ يواصل الكاتب حاتم الفراهي سلسلة مقالات في موقع مركز رسام. لا شك بأن جعل كمدينة سنجار خالية من الفصائل المسلحة سواء المحلية أو الخارجية أو الدخيلة كما سماها المتحدث باسم رئيس الوزراء، هي مصلحة عراقية راجحة، وكان يمكن أن تشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة لحل المشاكل العالقة والمتنوعة إثنيا ودينيا وأمنيا وإداريا وإقليميا، ومنها إرجاع المهجرين من مدينة سنجار والقرى المحيطة بها، وكذلك إرسال رسالة تطمينية واضحة إلى تركيا مفادها بأن العراق يراعي علاقات حسن الجوار ولن يسمح لهذا الحزب بالتواجد على أراضيه أو استخدامها لتكون منطلقاً للهجمات عليها، كما أن هذه الخطوة قد توقف القصف التركي الذي يتم بدوافع تهديد الأمن القومي التركي نتيجة تواجد هذا الحزب على الأراضي العراقية. إن من يسيطر على المدينة هي قوات أجنبية جاءت من خارج الحدود، وهي غير راغبة في ترك هذه المناطق التي أصبحت ضمن نفوذها الأمني والإداري والاقتصادي، خصوصا وأن خروجها من المدينة يتقاطع مع مصالحها ويقوض نفوذها في المنطقة، علما أن هذا الأمر سيشكل محل اعتراض بالنسبة لبعض الأطراف الكردية والميليشياوية التي تربطها علاقة قوية وثيقة مع حزب العمال الكردستاني. عدم قدرة الحكومة على مواجهة الميليشيات التي تسيطر على المدينة بشكل كامل على غرار مناطق جرف الصخر والعوجة ويثرب وعزيز بلد والكثير من القرى في محافظة ديالى وصلاح الدين ونينوى وسامراء، وهي عاجزة حتى عن الدخول إليها. وقد حاول وزير الداخلية الغبان الدخول إلى جرف الصخر فتم احتجازه، لذا فهي تأتي ضمن هذا السياق الحكومي في التعامل مع هذه المناطق ومع هذه الميليشيات.
المشكلة بأن القرارات الحكومية لا تحمل بعداً استراتيجياً في التعامل مع التحديات والمشاكل العالقة، بل أنها تعمل على حلول وقتية وغير جذرية، ومنها أنها تكلمت عن إخراج الفصائل المسلحة من سنجار بما فيها القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني، ولكنها لم تتكلم عن إخراج قوات PKK خارج العراق، مما يعني أن هذه المشكلة ستبقى قائمة وسيجري تحويلها وتأجيلها بسبب الضعف الحكومي والضغوطات الخارجية. نشر موقع الهيئة نيت تقريراً أعده القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، جاء فيه: على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات التي قاطعها الشعب العراقي بنسبة تتجاوز 85%، وهي نسبة كبيرة جداً تشير إلى أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بعدم جدوى الانتخابات في العراق، وأنها فصل هزلي باهت الألوان يقام بين حين وآخر لغرض استمرار تسلط المجموعات الطارئة على العراق التي اختارتها قوى الاحتلالين الأمريكي والإيراني على الحكم ومقدرات البلاد. وعلى الرغم من تمرير الانتخابات الفاشلة محلياً ودولياً وإقليمياً ومضي أكثر من 7 أشهر على إجرائها، إلا أنه إلى يومنا هذا لم يتم اختيار رئيس للبلاد وتكليف رئيس للحكومة، ولم تشكل الحكومة، وما يدل دلالة كبيرة على فضيحة أحزاب السلطة التي تثبت عدم قدرتها على حل مشاكل العملية السياسية. تطور السجال الدائر بين الطرفين المتصارعين إلى صنوف من الحرب الإعلامية والسياسية المطعمة بالتهديد بالسلاح والتصفيات الجسدية هنا وهناك والوسائل غير المبررة. ولعل من أبرز هذه الوسائل التي انفضح أمرها وانكشفت تفاصيلها هو عمليات شراء الذمم بالأموال ومحاولات تحييد أو كسب أصوات ومواقف النواب الذين يوصفون بالمستقلين وغيرهم، حتى وصل سعر التحول في الموقف والانحياز إلى هذه الجهة أو تلك والاصطفاف معها ضد آخر بلغ 5 ملايين دولار، فضلاً عن منح وامتيازات أخرى، في حين أن غالبية الشعب العراقي لا يستطيع تأمين لقمة عيشهم لأيام معدودة، فضلاً عن استخدام المحكمة الاتحادية كورقة سياسية تتلاعب بها الجهات المتصارعة على السلطة لإصدار قرارات تؤيد هذه الجهة أو تلك في عدة ملفات، منها إبطال العضوية لبعضهم أو التهديد بذلك. ويبدو أن سيناريو سنة 2010 سيعود إلى المشهد من جديد، ولكن عن طريق آخر هذه المرة، عماده شراء الذمم ترغيبا أو ترهيبا وإعادة ترتيب المواقف وتكثير النواب في صالح جهة دون أخرى. ورعاة العملية السياسية من دوليين وإقليميين وعرب ما زالوا متشبثين بخرافة دعم العملية السياسية والتزام طرف المعتدلين وحل الأمور بالتوافق واستيعاب الكل واحتواء الأطراف، وهلم جرة مما يمنون به أنفسهم وما يخترعون من مبررات. ونبقى مع تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، حيث المواجهة بين أطراف العملية السياسية لم تكتفي جهتا الصراع في العراق بما تقدم من أساليب لحسم الصراع لصالحها، وإنما أخذتا تفتعلان المشاكل داخل كل محافظة لإحداث الأزمات وخلط الأوراق. ورأينا كيف تمت إعادة بعض الشخصيات التي اتهمت من أطراف معينة سابقا بالإرهاب، وتم تسخير القانون وأدواته الفاسدة لإبعادها، وإذا بالأطراف عينها التي قامت بإبعادها تعيدها من بوابة القانون نفسه والمحاكم ذاتها، وترفع التهم عنها وتتصالح معها لاتخاذها ورقة في الصراع الجاري بين ما يسمى الإطار وما يسمى التيار، والجميع يعلم أن الاتهام بالإرهاب هي كذبة وتهمة باطلة تستخدمها الأحزاب الولائية لاستهداف العراقيين المناهضين لمشاريع الاحتلال. كما تناول التقرير الإحاطة الدولية لممثلة الأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن الدولي.
قدمت السيدة جينان بلاسخارت مسؤولة بعثة الأمم المتحدة في العراق الإحاطة الدورية لها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي 17 أيار 2022، وأبرز ما جاء فيها هو إقرارها بأن الصراعات السياسية ما زالت هي أبرز المشاكل التي تواجه العراق، وأن سيادة البلاد تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل دول الجوار، وأكدت في إحاطتها بأن الجوانب السلبية من الحياة السياسية في العراق تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية. وبينت بلاسخارت أن العراقيين ما يزالون ينتظرون طبقة سياسية تسعى إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفى عليها الزمن. وحذرت من أن السخط الشعبي في العراق قد يخرج عن السيطرة بأي لحظة. إن هذه التصريحات هي اعتراف كامل بفشل العملية السياسية التي تصر الممثلة الأممية ومعها جهات إقليمية ودولية أخرى على دعمها ومحاولة بث الروح فيها، على الرغم من تأشيرها على هذا الخلل الجذري والبنيوي فيها. وينتهي بنا هذا التشخيص وما سبقه من اعترافات في إحاطات سابقة لبلاسخارت، فضلاً عن حقائق الواقع في العراق، إلى التأكيد على ما نؤمن به وندعو إليه دائماً من أنه لا سبيل لإصلاح النظام السياسي القائم في العراق ولا وسيلة مجدية لتقويم العملية السياسية الجارية فيه، وأن التجارب الماضية تثبت أن تغيير هذه العملية السياسية الفاشلة والمجرمة بحق العراقيين هو واجب الوقت الذي ينبغي على العراقيين جميعاً العمل من أجل تحقيقه. كشف موقع بوليتيكو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره النهائي بعدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، مؤكداً أن الرئيس أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بقراره، ونقل الموقع عن مسؤول غربي كبير قوله إن استمرار وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سيعقد الجهود الدولية لإحياء اتفاقية النووي عام 2015. وقال شخص آخر إن بايدن كشف عن قراره أثناء مكالمة مع بينيت في 24 نيسان/أبريل الماضي، مؤكداً أن هذا القرار نهائي وأن نافذة التنازلات لإيران قد أغلقت. وضعت الولايات المتحدة الحرس على القائمة في عام 2019 كجزء من استراتيجية أقصى ضغط التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أمل دفع طهران للتفاوض معها على اتفاقية جديدة. وكان الاحتلال الإسرائيلي من أكبر المعارضين لشطب الفرع العسكري في الحكومة الإيرانية عن القائمة واستمرارية اتفاقية النووي التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة وعدد من القوى الدولية. وقضت واشنطن عاماً كاملاً في محاولات لإحياء الاتفاقية وبمحادثات غير مباشرة مع الإيرانيين. وفي الوقت الذي تحقق فيه تقدم ملموس، فقد أصبح تصنيف الحرس الثوري العقبة الرئيسة أمام إحياء الاتفاقية، ويريد المسؤولون الإيرانيون شطب الحرس من قائمة منظمات الإرهاب قبل الموافقة على العودة وتطبيق بنود الاتفاقية المتعلقة بالحد من النشاطات النووية. ورفض الأمريكيون الطلب إلا في حالة تعهدت إيران بالتزامات أمنية خارج اتفاقية النووي. ويناقش المسؤولون الأمريكيون أن الحرس الثوري لم يكن أبداً جزءاً من الصفقة النووية ويمكن إحياؤها بدون شطبه من قائمة الإرهاب. ويرى داعمون لإحياء اتفاقية النووي أن وضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية لن يحدث فرقاً من الناحية المادية، ذلك أنه عرضة للكثير من العقوبات، ويقولون إن شطبه مفيد لإحياء اتفاقية النووي. ويرى المعارضون أن الحرس الثوري خطير على معظم الشرق. نشر صحيفة فاينانشال تايمز مقالاً للصحفية سيلفي كوفمان قالت فيه إن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف
أكد الفلاديمير بوتين قبل 3 أيام من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط فبراير في اجتماع متلفز مصيري لمجلس أمن الكرملين أنه لا يوجد ما يخشاه من رد فعل الغرب، وقال: نحن نعلم ما سيحدث، سيكون هناك ضغط وعقوبات، ولكن بعد فترة سيهدأ التوتر عاجلا أم آجلا، وسوف يتعبون وسيطلبون منا أنفسهم استئناف المناقشات والمحادثات حول جميع القضايا المتعلقة بضمان الأمن الاستراتيجي. فالحقيقة هي أن روسيا تعني أكثر بكثير من أوكرانيا بالنسبة لأصدقائنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. حتى الآن ثبت خطأ ميدفيديف بكل المقاييس. فوجئت موسكو بقوة ووحدة الغرب في تضامنه مع أوكرانيا، لكن مع دخول الحرب الروسية شهرها الرابع يفكر القادة الغربيون الآن في احتمال استمرار الصراع على المدى الطويل. إنهم يدركون أيضاً أنهم ألقوا بثقلهم وراء مقاتلي أوكرانيا البواسل دون تحديد نهاية اللعبة. في وقت مبكر من الحرب كان الهدف هو مساعدة أوكرانيا على الصمود في وجه عدوان غير مبرر على الإطلاق من قبل أحد أكبر الجيوش في العالم، ثم حدث شيء غير متوقع. هذا الجيش الجبار بقيادة قادة غير أكفاء وفي مواجهة مقاومة شرسة اضطر إلى التراجع إلى جزء يسهل الوصول إليه من البلاد. أصبح فجأة من المعقول أن أوكرانيا مجهزة بأسلحة أثقل من الغرب، يمكن أن تنتصر في هذه الحرب بالفعل. يثير هذا أسئلة متعددة لمؤيدي أوكرانيا. ماذا يعني الانتصار؟ هل الانتصار يدفع الروس إلى العودة إلى حيث بدأوا في 24 من شباط فبراير؟ أم أنها تعني أيضاً استعادة الأراضي المحتلة منذ عام 2014 وهي القرم ومنطقتان في دونباس؟ إذا قررت القيادة الأوكرانية أن قواتها المسلحة يجب أن تقود هجوماً مضاداً لاستعادة كل أراضيها، فهل يستمر الغرب في تقديم المساعدة؟ ما الذي يجب أن يؤدي إلى رفع العقوبات؟ إذا كان انتصار أوكرانيا يعني هزيمة روسيا، فما هي مدى الفداحة التي يجب أن تكون الهزيمة عليها؟ إذا كانت هذه منافسة بين نظامين عالميين أحدهما يقوم على القوانين والآخر على مناطق النفوذ، فكيف يمكن أن تبدو التسوية؟ نشرت وسائل إعلام عالمية وثائق تعود للشرطة الصينية تتضمن صوراً لمعتقلين بينهم نساء وأطفال ومسنون من الإيغور، تسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون هناك. ووصلت الوثائق إلى الباحث الألماني أدريان زينر من مصدر مجهول، وتتضمن أكثر من 2800 صورة هوية لمعتقلين بينهم زيتوني غول أبليهيت، وهي مراهقة تبلغ 17 عاماً أوقفت لأنها استمعت إلى خطاب محظور، وبلال قاسم 16 عاماً المدان على ما يبدو لعلاقاته بسجناء آخرين، والأكبر سناً ضمن اللائحة امرأة تبدو نحيفة ومرتبكة في الصورة وتدعو أنيهان هاميت، كانت تبلغ 73 عاماً عند توقيفها. أعربت الولايات المتحدة عن استنكارها بعد تسريب بيانات صينية حول القمع ضد أقلية الإيغور المسلمة في الصين، معتبرة أنها تكشف أن سوء المعاملة يحظى على الأرجح بموافقة أعلى مستويات هرمية في السلطة في بكين. ولا ندعوكم لمتابعة رسوم الكاريكاتير.
في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.